جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: لدي طفلة عمرها يتراوح بين 5 أشهر تقريبا، وهي طفلتي الأولى، وهي كثيرة البكاء، وعند أدائي بالصلاة أحيانا تكون تبكي، فأحيانا أتركها في الغرفة التي تبكي فيها وأذهب وأصلي في غرفة أخرى، وأحيانا أحملها معي في الصلاة. ولكن يا فضيلة الشيخ، أشعر أنني وأنا أحملها في الصلاة لا أستطيع تأدية الصلاة بالوجه المطلوب، فمثلا لا أستطيع أن أكبر برفع يدي الاثنتين حيال الأذنين مثلا، وكذلك في الركوع، فهل هذا يؤثر على صلاتي عندما أحملها؟ وأيضا عندما تبكي أحيانا أضعها في هزازة لها أو أرجوحة، وعندما أجلس بين السجدتين مثلا وكانت تبكي أهزها بدون أن ألتفت، فهل هذا يجوز؟ أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا كان في حملها الصلاة مصلحة بأن تسكن عن البكاء فلا بأس بحملها، وأما رفع اليدين عند التكبير فهذا سنة ليس بلازم. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم طفلة وهو يصلي، وهي أمامة بنت زينب، حملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا قام حملها معه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في حملها مصلحة لأن تسكت عن البكاء وتطمئن، وأيضا أنت تطمئنين عن الانشغال بها والتشويش عليك بصوتها، فلا مانع من ذلك أبدا. وكذلك لا مانع إذا وضعتها في الأرجوحة وبكت أن تحركي الأرجوحة حتى تسكت وأنت في الصلاة، لا مانع من ذلك كله، والحمد لله. نعم.